كما اسلفت نحتاجتنا ابي يخفن نغدم زوا خل مراقبه انصدار باش تفهم بنادم واخا توحل سنا واخا توريد يوداني واخا 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 يتقر حسابه تجيبو يوداني يتقر حساب ربي سبحانه وتعالى تتخسن غتومتين فتقريتش بقطاس يمسر من ففي وضغ يمسر من راه من دور نتقود زي بوليسيه وانت قلت ربي سبحانه وتعالى من غير بوليسيه القبريد اللي بتغسطو بني يزقو واخا واحد نتجير مروادي اللي يجي غادي يسحق واخا 10 الصبح ما يمي يقول بوليسيه يقول المخالفه يقول بروسي ويقول ربي سبحانه وتعالى ما عليك السن الا يسحق من ستوب حرام اها حرام بيديو من ستوب غح واه لانه تترتب عليه مفاسد ودرء المفاسد اولى من جلب المصالح والقواعد المؤصله في ذلك مرت معنا كثيرا دورت خل خطب الجمر حوادث السير اتزامر التقصير الشرعي لمنويه لانه النغيس حاقن ستوب رزيفه النغني غادي يسيالفني غادي يجمع شنو يجن غادي نغشي يجن تترتب عليه مفاسد فلذلك الانسان يتبصر دينه ويتبصر حقيقه امره ويتبصر حقيقه معاشه هذا ينشن يجني ما ينمق عن اشتويا القانون موجود نهار القانون يحظى عباد الله مارا نهار القانون يقوم اعوجاجات الناس ويقوم تصرفاتهم وغير خاسي خسن هذيك الحاجة ويفراني القانون هذا صغير في ثواثة يعدج يعدج ام الزوا ويتعدج القانون دون يتكن ام الزوا نهار ميقر قانون نعي قاس ثواث ما نسنا صغير لذلك ما روى ذن الوازع الديني ما روى ذن المراقبة مراقبة دينية مراقبة الله تعالى قسد الملايين القوانين والنين من النوم وها ها قايرين يدعى عن القانون زاتي الاختلاسات زاتي الفساد المالي زاتي ايش دعى عن الديمقراطية دعى عن القانون دعى عن خزاتي ايش كون هاتسرم كتازي من تسرير نشنغ الله خزاف ما مش تمسى نهار الرشاوي للإدارة ما نسمت كدي العالم يكمر ما مش تمسى نهار الفساد المالي ما نماء ما مش تمسى نهار الترقي يروح الوزير يزدون مغا يوشا يروح المدير يزدون ما مش تمسى يوشا يروح وين يزدون ما مش تمسى اختلاس ما مش تمسى الصندوق يروح الميزانية يروح إيه ما مش تمسى يجني القانون نغلا يجني اللجنه المراقبه اللجنه اللي خاص يجني اللجنه المراقبه اللجنه اللي خاص اللجنه العليا للمراقبه اللجنه اللي العليا خاص المجلس الاعلى للمراقبه يوم بعد ومواذن المراقبه ربي سبحانه وتعالى كلشي تكدوان زعما اي جمعت ويوفين ياوس تاود زين المراقبه ربي سبحانه وتعالى ما نزلنا غادي تكوني اختال سندوني تشاند المرتشيد والني دو من لأنه يا ربي شاخ المراقبة من ربي سبحانه وتعالى وهابي شاويت وابي شاخ المراقبة من ربي سبحانه وتعالى وني ترقب من ربي سبحانه وتعالى وخير نسان مرقد قمشان ويفراني غقل يقار السامحي سامحي من غيني غير ربي يوم القيامة أدختم بقصة عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي عنه وللأسف لم أستطع أن أكمل الموضوع وأرجعه إلى الجمعة المقبلة عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه تغي قادشا جاي ذورا التريج السيد تغذكيس فرأى راعيا يجوني تشيت راس إن سادس كغل امتحان يروح راس إن سفشان غجن إجن تغاتني غجن تخسيشات إن سواتجي هوينو شداني تشيوها نشترى سغوها إن ستينا نسيذيا إن سقشير خراوات ما نشيو فسيديش إن ياسي الشيت وشن أكلها الذئب مسغاهين ذي الشيت وشن ماذا شيني روح من عدو الشن لما نجسد بسزق عدي سني يشيت وشن صافي شحان تمسرين الدولي تراح نشين تنتوشان يشيت وشن دولني انت إن ياسي سيديش قي الشيت وشن إن سمرني غسي سيدي الشيت وشن فأين الله من غيني غير ربي يوم القيامة ربي ذا يزرين سيدي وذا يزري شاء من غيني غير ربي يوم القيامة إن سيني يويجان سيدي إن سفران ويفراني إن سويو هذا كيدي إنه تحماهني إرحق غسيديس إن سواني تمدني تشيغاك إن سواني إن سمغ حر ما دي سمغ إن سدي سمغ إن سنزيث الناس زنزغشت الناس حيث تتعب قدام يكشاستي صغير
إن سحيمة ربحي مزنزايت إزنزاست إن سيونيتشين إن سروح أقشحر لوجه الله إن سأقشحر لوجه الله أقشحي ماذا ربحي من نشيشك أور نذنذ أين الله سالباريش دي الدنيا صفغيش دغش دي اسمه الدور دحور تقصي ضربي نشت صلبا يوم القيامة زي جهنم أين الله أين الله يمسر من أين الله ذي مغارين أين الله يا يزن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يفق يتفقد أحوال الرعية وكان قد نهى أن يخلط اللبن بالماء يكشى الأمر النص الأمر أمير المؤمنين آغي ويتخج ذك الوامل إكا خرج نتمغاه القصة سنة ثمارة يتسرى يسي يجيس تقارى سيماس ميمي تخج ذاك الوامل موامس سنة إلا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينهى أن تخج ذاك الوامل الناس أين يرانا أمير المؤمنين من إذا غيظ أمير المؤمنين من إذا غيف أمير المؤمنين الناس حنجاتني إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا مرتها أمير المؤمنين وذنغي يتوري أربي يخرق أمير المؤمنين يخرق غرنش قيت وريانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يا أبو حيش مع تعاونس إن سنو في غيجن إجن مخروق الله يعمرها سلعة ذي الدين تصير وتغيوي الزيوم كما رواتي واحد الزيوم متو يغنش يكاد مس عاصم بن عمر بن الخطاب يويت النبتة يا ثانيتا انت تدي الجين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب ما أحوجنا إلى مراقبة الله عز وجل أقاس اليمين إنش قيد أدى اليمين اقسم بالله العظيم ما تقسم بالله العظيم ذي النوها يفغس النوح يروح إلا ويحمس ضرب وانت عمين بالخطاب الخير لا ينقطع من هذه الأمة. خلاصة القول أيها الأحباب لو دخسنا بيخ مراقبة الله تعالى أنا بيخ تعاون مراقبة الله تعالى.